أكد دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة حتى الآن. وأضاف عبد الغفار أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات السعودية بلغ 83 حالة، ما زال يخضع 39 حالة منها للعلاج، بينما خرجت 44 حالة بعد تحسنها و53 حالة خضعت لجلسات الغسيل الكلوي، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 15 حالة جميعهم من كبار السن المصابين بأمراض مزمنة. وقد تراوحت أسباب الوفاة بين هبوط حاد في الدورة الدموية ومضاعفات إصابات سرطانية بالكبد والقولون وقيء دموي حاد وأزمة قلبية.